في مساء يوم الحد 13 أغسطس اللي فات، وبينما كنا كلنا في مصر حايسين في مصيبة الفنكوش والصوب الزراعية، كان في طيارة خاصة بنت حلال واقفة بتحمل شوية حاجات كده من مطار القاهرة، ومن صالة رقم 4 الخاصة بكبار الزوار وتحت رعاية شركة النمر للطيران اللي اسمها تايجر أفييشن. طيارة حملت ومتوكلة على الله ورايحة الحال سبيلها. قبولة الطيارة ما كانتش تقيلة قوي، ولكنها كانت ثمينة جدا. الطيارة حملت شوية فلوس بتاع 5.7 مليون دولار، يعني اللي هم 176 مليون جنيه، ومعاهم 5 مسدسات و7 خزن بتوع طلقات و126 طلقة، وركز معايا بقى في الحتة اللي جاية دي، و602 سبيكة ذهبية اللون يشتبه انها لمادة الذهب. وزن هذه السبائك يا مؤمن كان 127 كيلو، وبسعر كيلو الذهب النهاردة في ام الدنيا اللي هو 1,800,527 جنيه، يعني تقدر تقول ان ال 127 كيلو دول عاملين لهم بتاع 238 مليون جنيه. نحطهم بقى مع ال 176 مليون الكاش اللي معانا من الاول، فاكرهم، يبقى اجمالي النهيبه دي 414 مليون جنيه، عشان ما اشغلكش بالارقام الكتير اللي في الشاشه، بس مع الاسلحه وتكلفه الرحله يعني قول نص مليار كده يا معلم. وضيف كمان على متن هذه الطائره من الحاجات اللي كانت موجود عليها اجهزه او موازين لوزن الذهب، وحط لي تحت اجهزه وزن الذهب دي 1,000,000 خط عشان هنرجع لها كمان شويه. الطياره انطلقت بقى من اجواء القاهره الجعانه الى جنوب الجنوب الجنوب في افريقيا، ومرت من فوق السودان وجنوب السودان واوغندا ورواندا وبروندي وتنزانيا، لحد ما وصلت الى دوله زامبيا الشقيقه بسلام، وتحديدا في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة الزامبية لوساكا، وكان ذلك صباح يوم الاثنين تاني يوم على طول يوم 14 أغسطس. الله أعلم بقى إيه اللي حصل هناك، ما زبطوش المرتشين بتوع كل مرة، ولا الراجل اللي هم بيتعاملوا معاه هناك كانت مراته مثلا بتولد فوقعوا مع واحد تاني طلعت معاه إن هو يسيح لهم، الراجل طلع يجري في المطار الحقوا يا زامبيين أنا قفشت مهربين. فغير البنت المضيفة بقى حضرتك على متن هذه الطائرة والطيار ومساعد الطيار، كان في 10 رجالة على متن هذه الطائرة. العشرة دول بقى حضرتك طلع منهم 6 مصريين والباقي ما بين زامبي واسباني وهولندي، والجنسيات التانية دي ما تشغلناش، اصل المصريين بتوعنا والتانيين مش بتوعنا. بتوعنا احنا بقى مين؟ مقدم شرطة وليد رفعت فهمي بطرس عبد السيد. فهنا معانا مشاركة من الشرطة المصرية الشريفة العفيفة ونخليها على جنب. ومعانا مايكل عادل ميشيل بطرس صاحب شركة أمستون للاستشارات العسكرية برعاية وزارة الدفاع المصرية. وبكده يبقى معانا بعد الشرطة جيشنا الموقر، وبرضه نحطه على جنب، منير شاكر جرجس عوض تاجر ذهب كبير والمعارض بتاعته برعاية وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، وبجتها موجودة على المعارض بتاعته لحد سماع هذه الحلقة. وآخر معرض الراجل عمله كان في العاصمة الإدارية الجديدة اللي فيها أطول برج وأكبر جامع، يعني برعاية الحكومة. وبكده نحط الحكومة في الشلة، شرطة جيش حكومة، ونشوف اللي بعده. رائد الجيش محمد عبد الحق محمد جودة الملحق العسكري السابق لوزارة الخارجية المصرية في واشنطن في سفارة مصر في أمريكا، يعني كده برضو ما طلعناش برا سامح شكري الراجل محترم، ومعانا وزارة الخارجية. عقيد الجيش ياسر مختار عبد الغفور الششتاني دفعة 92 حربية بتاعة أحمد المنسي. أيوة أحمد المنسي اللي كان اسمه الأسطورة من أسوان للمعمورة، وقالوا إيه علينا دول وقالوا إيه والله زي ما بقولك كده. أيوة اللي هم بتوع السيل و3 سبعات صعقة وإرهاب دولي وسلاح المشاة وليلة كبيرة أوي. والمتهم السادس اللي ملوش ذكر لحد النهاردة ده برضو يتحط تحتيه 100 خط. انتوا بتخبوا إيه وليه وفين وإزاي؟ فضيحة الطيارة T7WSS بقت عالمية، مش بس بين زامبيا وأم الدنيا. هذه المواد التي صدرناها من الطائرة بمجموع 5,697,700 دولار، وعلى الطائرة ذاتها صدرنا 5 مسدسات و7 مخازن سلاح و126 طلقة نارية و600 قطعة واثنتين مما يشتبه أنه ذهب يصل وزنها إلى 127 كيلوغراما، لحد ما تسربت صورة عليها الرقم الصحيح
B7WSS. الليلة كلها ان في حد سيح وخلاص والصوت علي وما ينفعش تتخبى، زي القضاء اللي بيتزبطوا في قضايا الرشوة عندنا كده، مش علشان النزاهة والشفافية والهري اللي انت بتسمعه ده، وانما علشان في طرف تاني بلغ والسر طلع وما ينفعش خلاص يستخبى. واخدين بالكم؟ طب ايه اللي حصل بقى لما تعرف رقم الطيارة الصحيح يا مؤمن؟ طلع مالك الطيارة نفسه حد مجهول حتى هذه اللحظة، محدش يعرف، لكن اللي بيدير له الطيارة شركة فلاينج جروب ميدل ايست، واللي مقرها في دبي في دولة الامارات العشيق الشقيقة. وطلعت الطيارة عاملة في تاريخها كله 361 رحلة، منهم 125 رحلة من مطار القاهرة الدولي ومطار العالمين الجميل بتاع العاصمة الصيفية اللي بنصيف فيها، ومطار شرم الشيخ اللذيذ بتاع المؤتمرات الحكومية ومؤتمرات شباب العالم وهكذا مؤتمرات، بل ان الطيارة نفسها يا مؤمن متصورة في الصحف المصرية، وكان طاير عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري يوم 28/2 اللي فات ده اثناء زيارته الى دولة تونس. دماغك بدأت تربط الاحداث كده ولا لسه؟ طيب، باقي مسارات الطيارة بين ام الدنيا ودولة الامارات وعند الصهاينة وليبيا بتاعت حفتر وسويسرا عند الناس الطيبين اللي بنشيل عندهم الفلوس ونخبيها لوقت عوزة، بل ان الطيارة نفسها كمان وصلت سامح شكري الى جدة في السعودية في شهر 5 اللي فات اثناء انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب، ووصلت برضو في نفس الشهر ابراهيم العرجاني صاحب وحبيب محمود السيسي الى دولة ليبيا علشان يقابل الدبيبة رئيس الحكومة الليبية. ايه الدنيا لسه ملخبطة معاك برضو؟ لما نرجع تاني للكلام اللي قالته دولة زامبيا، بما اننا يعني واثقين في البيانات اللي قالتها وكده، هم ليه ما اعلنوش اسم المتهم السادس؟ ايه اللي يمنعهم من ذكر السادس الا لو حد كان عمل تليفون وقال لهم بلاش ده وهنتفق وهنتراضى، ثم قال لك بعد كده ان المادة الذهبية اللي كان بيشتبه فيها انها ذهب طلعت نحاس وقصدير. نحاس ايه بعد ما صورته وشفنا كلنا بعينينا ان هو ذهب وجايين تقولوا لنا اصله طلع نحاس وقصدير؟ انا واخد طيارة خاصة وطلع معايا عقدة وعمدة والناس التقيلة ده كلها عشان اهرب ووصل 127 كيلو نحاس من مصر الى زامبيا ازاي؟ والله انا مصرف عليهم حتى اجرة عربية نقل من اسكندرية لكفر الدوار بعد 25 كيلو بس. النحاس قال لا يا بابا مفيش لنحاس ولا قصدير. وهنا هنرجع للبيان بتاع زامبيا علشان نعرف هل كان نحاس ولا كان ذهب. و600 قطعة واثنتين مما يشتبه انه ذهب يصل وزنها الى 127 كيلوغراما واجهزة لوزن الذهب. سمعت الراجل بيقولك ايه اجهزة لوزن الذهب؟ عرفت بقى حضرتك ان الذهب ذهب ولا هو نحاس ولا حاجة؟ وان الليلة كلها ان في صفقة اتعملت بشكل ما علشان ياخدوا الذهب وحلال عليهم في مقابل ان الاسماء ما تتقالش والموضوع يتقفل ويتردم عليه وانتهينا. لكن تقولي واخدين معاهم موازين ذهب واجهزة قياس علشان يوزنوا النحاس اللي بنعمل بيه الحنفيات وبنعمل بيه حلل الطبيخ. مبروك عليكم يا حاج زامبيا، الذهب طبعا بعد الاتصال ايه اللي محدش اطلع عليه، وخدوهم واسكتوا يا عم بس ما تشتغلوا ناش. ثم ان البيان نفسه بتاع زامبيا برضو في حاجة غلط، لان اللي اعلن القبض على الطيارة هي لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا. فايه دخل الفلوس والذهب والسلاح بمكافحة المخدرات؟ لقيتوا مخدرات وما قلتوش، ولا حد تاني هو اللي مسكهم واداهم لهم؟ طب ليه دولة جمهورية مصر العربية ساكتة وبطلت تطلع بيانات؟ لا حادثة العريش اللي مات فيها ضباط مصريين اتعملت لهم جنازات عسكرية شفناها كلنا حد طلع لهم بيان؟ ولا فنكوش الصوب الزراعية حد هز طوله كده وطلع بيان وقال والله الكلام ده كله كذب وتفضلوا الحقيقة؟ ولا حتى طيارة زامبيا فيها اي تعليق ولا نفي عن الدولة يا دولة؟ واما بقى الشخص المحترم اللي هيقولك ان الطيارة كانت جاية من لبنان ونزلت عندنا في مطار القاهرة مجرد ترانزيت وطلعت تاني، قول له تعرف تتنيل؟ تعرف ولا ما تعرف؟ الطيارة اولا جاية من مطار عمان في الاردن وقعدت في مطار القاهرة 6 ساعات بحالهم على ما تعبت من خيرات البلد وبعدها طار. وبعدين لما هي جاية عندك ترانزيت ونزلت على ارضك ما فتشتهاش ليه وطلعت الجرايم دي زي ما زامبيا فتشتها؟ وانا لما قلتلك قول له تنيل ما قلتلكش قول له تنيل عشان هو متنيل، لا هو عشان ذكر لبنان. يتنيل علشان صحيفة الاخبار اللبنانية
الإعلانية هي اللي سربت الخبر بتاع التسوية اللي بتتعمل من تحت الترابيزة دلوقتي بين الحكومة المصرية والحكومة الزامبية علشان يزنبقونا ويغطوا على الموضوع حضرتك ويلغوشوا عليه. المجرم الكبير بقى بعد سلسلة الفضايح دي كان سيادته عامل لك تمثيلية في السلوم كده من كام يوم، قال ايه يعني الشعب بيحبه وعزمه على الغداء في قعدة عفوية وكده، فهو قاعد بقى على السفنج العرباوي ده بيسمع سؤال عفوي من احد المواطنين العفويين، فالكاميرا حضرتك رصدت اللي انتوا شايفينه ده لحد ما خد باله ونزل ايده عشان يطلعها بره الكادر خالص. مهزوزة يا بيضة خايفة يا حبيبتي، ولا ده رعاش جالك ولا ايه بالظبط في سنينك السودة؟ ربك سبحانه وتعالى بيذلهم ويفضحهم بنفس الفلوس اللي سارقينها وبخيرات بلادنا اللي نهبنها مع اننا بنسمع من زمان، الا انك لما تشوف بعينك برضه يا مؤمن الفيديو غير، وهي بقت اهي قدام عينين الكل بالصوت والصور، ذهبك اللي هيروح خلاص لزامبيا علشان تسكت وكأن اللي ادهولهم ده من مال ابوه او اللي خلفوه، اثار بلادنا اللي مغرقة دول العالم واللي بتطلع بنفس الطريقة من نفس المطار اللي بيقفش لك واحد مصري مغترب بقاله 6-7 سنين وراجع، وجاي الراجل فرحان وجايب 3 موبايلات لولاده فيقفشوه ويحبسوه ويصوروه ويحط لك المضبوطات الإجرامية وكأنهم جابوا الديب من ديله، وانت تسقف وتقول يا سلام على دولة القانون، وورا نفس الحيطة اللي هم متصورين قدامها دي في شنط بتاع الذهب ودولارات هنا معدية. اسأل نفسك ليه الخبر بتاع الطيارة وقفشها في زامبيا نزل على المواقع المصرية وبعدها بساعة واحدة اتحذف من كله ولم يعد له اي اثر غير كلمة هذه الصفحة لم تعد موجودة. اعلامك مين اللي بيحركه برسالة جاية من جهاز سامسونج ويقول ده ينفع وده ما ينفع؟ طب هل دي الطيارة الاولى اللي عملت كده؟ طب هل زامبيا دي هي الدولة الوحيدة اللي احنا بنروح نغسل فيها الفلوس دي ونطلعها منها تاني نرجعها على مصر في هيئة عقود شرعية وعقود تجارية بطريقة ما عشان تخش الحسابات بتاعة البشوات بطريقة قانونية، عشان لما حد يجي يسألنا من اين لك هذا نقول له اتفضل يا باشا الورق متستف وكله بالقانون. ما هو الا القانون، انتوا مش لسه صارفين 8 مليار جنيه على تطوير مطار القاهرة وكاميرات المراقبة اللي مرشقة فيه اللي المفروض ما تعديش نملة وهي شايلة حباية سكر يا ناس؟ احنا ما بنخبيش عليكم حاجة، بنقول كل حاجة فعلا. انا بقول لكم على كل حاجة تخص الفقر والديون وما فيش وما عنديش، بقول لكم مش عارف اكل ولا عارف اعلم ولا عارف اعالج، بس بعرف اخد ديون استلمتها 47 مليار والنهاردة مسلمها لكم ولا لسه ما سلمتهاش 162 مليار، وبعرف كمان احط منهم في مشاريع وهمية ومضروبة ما بيخشناش منها ولا دولار، وبطلع بعدها اقول لك المشاريع بتاعتي نجحت الحمد لله وشغالة وزي الفل، اطمنوا يا مصريين احنا ناجحين قوي. طب فين يا بيه ما تجيب فتفوتة نجاح احب على يدك، ده احنا بنموت هنا. مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك، احنا مش هنهزر، انا مش قادر اديك، انت مش محتاج تقول لي هات، انا لو اقدر اديك حديك من عيني، بس انا مش قادر. هتاكلوا مصر يعني هتموتوها يعني مفيش داي طلعت للفجري وولاد الاكابر ليهم ذهب المخروبة؟ نصبر بالجوع علشان نبني بلدنا والحفلة عنديكم منصوبة؟ طب الطوبة هجت في المعطوبة على دماغنا يا بوي، صدر الطيارة المنهوبة وفلوسنا يا خوي، دولارات وسبايك ذهبية ويقول لك بلدك فجرية ولا تطلب عيش ولا حرية، ديونك بالكون، اسكت يا فقير انت وهو وتعشى هموم، مش عاجبك تشرب من الترع تعرفش تعوم، اما الدولارات تلقاها في نادي الزباط، ما هي بلدك عزبة بشوات، لو يسرق مصر بحواريها من الابرة يفوت، مش لينا حتة هالفوت، اخرج قرشين اخر شهرك والعيشة تبوت، ما تصدعناش بقى يا حزين، ملك انت ومرح في الخيرها او جاي منين، خد بعضك وانزل على قبرك تعرفش تموت، السايب عندينا ما يفرق عن واحد بحبال مربوط، هتقول ثروتنا المسروقة هيناولك دغري بنبوط، وتطاطي وتسكت كالعادة وتوطي تبوس احلى بياد، ودموعك بالذل عبادة راضي بفتفيت البسكوت، ما هو طول ما كرمتك في اجازة رح تفضل في الحوج والعازة، واني هفضل انادي من الغربة بلدك بتموت، واني هفضل انادي من الغربة بلدك بتموت.
وبس كده يا مؤمن. وسلام عليكم. عسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التبس كليتا مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنون عسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التبس كليتا مسخرون ومسخرون.